في الفيديو النهاردة هنحاول نصلح اللي اتعمل فينا من اهالينا ونحاول نحمي عيالنا ان فرمتهم تتدمر ازيكم يا اجمد واصيع ناس في العالم ازيكم يا اجمد واصيع اهالي ده في الاول واصيع ناس شباب هتقول لأهلها يخلي بالهم لأنه هو بيضيعوا مستقبلك أكيد أكيد لو حد عارفني فاهم أكيد إن أنا مش بتكلم أصلا في حاجة ليها دعوة بالنكد أو إن أنا أقلب عليك المواجع أو إن أنا أعس كيفكو مستحيل بس بمنتهى الصراحة أنا لما بشوف الأهالي الفترة دي بتأكل ولادها إزاي دلوقتي بقى فيهم أمهات بتشتغل رتم الحياة سريع الولاد نفسهم بقى طول النهار مفنياخين كده قاعدين على الكنب ما بيعملوش حاجه عايزين شويه تسالي طول الوقت بيفضلوا ماسكين الموبايل يقعدوا يبصوا على تيك توك مثلا بالساعات ففي النص بيجوعوا اهلهم ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه فهم فبي... بيقعدوا يلقطوا بقى من الحاجات اللي حواليهم بياخدوا مكافئات عباره عن حلويات فطارهم اللي هو انت عايز تاكل ايه؟ شوف بقى بالذات الفطار كمان ده عيش بقى بكميه الحاجات اللي بتتحط في عك تخلي يومهم يبتدي بالشكل اللي هو مش صحي خالص انسى والموضوع ده انا طبعا انا بقول دلوقتي لو انت مثلا عندك 15 16 17 سنه ممكن الفيديو يبقى قشطه بالنسبه لك بس لو حد عنده عيال الفيديو ده اتمنى ان هو ممكن يكون بيساعدهم في اي حاجه ولو انت عندك اخوات اصغر منك ممكن تحاول تنقذهم لو انت بقى عندك 20 25 30 او طبعا بقى لو لسه مخلف وكده زينا ف تلحق نفسك انا هحط لكم في اللينكس هنا في الكاردز اللي بتطلع فوق دي فيديوهات انا عملتها ليها دعوه بالموضوع اللي هو الحاجات اللي انت احسن تمنعها ان هي تبقى موجوده في البيت عندك وكده وهقول لكم دلوقتي امثله من الحاجات اللي انا بشوفها كتير قوي بتت... الاولاد بيستعملوها واقول لك هي عامله ازاي او فيها ايه عشان تبقى متخيل. خلي بالكم انا هبدا معاكم منين؟ لو فرضنا ان احنا ابتدينا من ست شهور بيبي عنده ست شهور. أول حاجة بتشوفها أول ما تمسك حاجة زي دي طبعًا أولًا طبعًا الشكل الجمالي ده المريح نفسيًا ده وخضار وبتاع والدب الجميل ده وغني بالفيتامينات والمعادن وفي حديد زائد حديد يعني ده حاجة قوية جدًا. رز وخضار مع اللبن، جزر، سبانخ، قرع العسل ده ده كلام جميل أكيد. وهتيجي تبص ورا هتلاقي فيه طبعًا زيوت نباتية وإحنا اتكلمنا طبعًا على الحاجات اللي زي زيت النخيل والحاجات دي هتلاقيها في الفيديو اللي أنا قلت عليه في الكارد اللي هيطلع فوق والحاجة الجميلة الأساسية إيه السكر ولو بصيت على سعره هو مش رخيص هو ب 20 جنيه ال 20 جنيه انا عارف ممكن تحس انها مش رقم بس هو مش رخيص لو انت بالذات الست لو هي بتعتمد على ده بالذات في الاكل ده على فكره كنت باكل سيرلاك اصلا يعني جت فتره كده كنت ببلغ جامعه او ثانويه عامه حاجه كده او أي وقت المدرسه كنت بحب قوي الطعم بتاعه طعمه رهيب هو سكر 20 جنيه ما تبانش حاجه انت ممكن في اوبشنز ثانيه تعملها بال 20 جنيه انضف واحسن صحيا نعلى سنه بالسن 8 شهور مثلا اكيد انت شفت اللي هو ميلوبا بقى وجربر و كان اسمه جربر وهيرو بيبي ده مثلا برضو هترجع ورا مليان خالي من المواد الحافظه وخالي من الالوان الصناعيه ويحتوي على اللبن وبالقرفه اكيد صحي لا لا سكر زيت الصويا زيت النخيل انسى الحاجات دي بتدمر او بتبني من بدري قوي ارضيه اللي هو تلاقي مثلا ابنك عنده خمس سنين وفي عنده شويه دهن مش دهن اطفال جسمه ابتدى غريب شويه في ناس منهم ما بيبانش عليه الكلام ده بس لو ابنك جسمه او اخوك الصغير جسمه يقبل إنه يحصل فيه كده او قابل إنه هو يتخن ملهاش دعوه ببلوغه مش بلوغ طبعا موجود حليب الشوكولاته كل بقى الحاجات اللي بالشوكولاته دي لبن شوكولاته لبن فانيلا لبن فراوله اهم حاجه موجوده فيها عشان تعمل الطعم الجميل ده السكر العصاير سكر صريح يلا يا اولاد عملت عصير حلو قوي يلا نشرب عصير برتقان التانج كله سكر طب ما نعمل سندوتش حلو مع التانج جبنه ندهنها تحفه نعمل عرايس سندوتش او عيش فينو يبقى تحفه اكله صحيه جميله مع العصير خطيره يا هو مش عايز ياكل طب لما تاكل حاجه لازم تبقى هيلسي كده عشان تبقى زي باباك كل زبادي بص معمول للبيبيز الجميله بالسكر طب عايز تفطر ايه اجيبلك حاجه لذيذه سهله خفيفه مليانه فيتامينز ومعادن حلوه بس فيها سكر طبعا انا جبت تيمز لان ما جبتش نسل انا هعمل فيديو اه في الحاجات دي الأخ... هرميها في الاخر مش اديها لحد لان انا نفسيا ما مستحمل اديها لحد بس عشان اعمل الفيديو فاخترت تيمز يعني ارخص شويه لو كلت وخلصت اكلك واتغديت كويس هديلك شويه ميريندا مليانه سكر عشان كلكم جود بويز وجود جيرلز وخلصت اكلكم هديكوا بقى ايه سويتس ايه رايكم يا يعني لعماتين ام اليوم اللي عرفناك فيها شعراوي على الاكتئاب اللي انت عملته لنا ده والحاجات اللي هي كلها تقريبا بناكلها لاولادنا انت مش مراعي ظروفنا بص اقول لكم على حاجه انا دلوقتي عشان انا عارف فاكر زمان كنت عامل ازاي وسيستم الاكل بتاعك ان انت لو انت من بدري بتفرش فرشه حلوه لاولادك او لاخواتك او لنفسك او بتعمل سيف للفيديو ده عشان للمستقبل لو اي حد صغير او كده حطه في دماغك تراعيه الانبساط والمكافئات والكلام ده كله ما بيبقاش باكل انا عارف ان الحياه سريعه جدا ومفيش وقت ان انا اعمل حاجات معينه بس انا لو ابني يستحق او يستاهل مني اهتمام اكتر شويه لازم احط المجهود السنه زياده عشان اعمل له اكلات انا هحط برده هنا في حته فيديوز لحاجات رهيبه ممكن تتعمل اكل يعني انت ممكن مثلا انت هم عايزين بان بدل ما تجيب لهم في بان كيك بتتباع جاهزه بيقول لك ايه عليها حط عليها كوب دقيق خمس معلق سكر او كوبايه سكر اللبن كامل الدسم مش عارف ايه طب انا هقول لك هنا في اوبشنز لبان كيكس صحيه بالشوفان مثلا تحط لهم عليها شويه قرفه تحط عليهم شويه فانيليا خام وبدل السكر عمال على بطال تديهم عسل هم لو اكلوا عدل في الوجبات الاساسيه في النص هيلاقي نفسهم مش عايزين يرمرموا لو عايزين يرمرموا لو انا مجهز لهم بسكوت بالشوفان من اللي بيتعملوا في البيت بالموز شويه فواكه مترمية في حتة كده يقعدوا يرموا فيها بدل ما طول النهار ياكلوا بطاطس مقلية أحطها على الأقل في الفرن لازم لازم أنا كأب أثقف نفسي كفاية عشان ارحم الولاد دول انا عارف ان هم بقى اللحظات بقى معلش نيجي للحظات اللي من هي المنيله بنيله اكيد هيروحوا مثلا لناس اكيد في المدرسه هيقابلوا الاوبشنز المعفنه اللي بتتعرض عليهم طول الوقت لو هو مش قدامك وعمل كده سهله لما يرجع لك البيت تعمل له انت المعادله الصح مش لازم طول النهار شوكولاتات برطمان شوكولاتات كده عشان الاولاد وبرطمان حلويات عشان الاولاد وحلاوات شرقيه طول الوقت موجوده و لا. الفكرة بس ان احنا عايزين اللي هو الثقافة بتاعتهم تبقى رايحه في الاتجاه، يعني في ناس بتلاقيهم عندهم 13 14 15 سنة، ده وقت اللي هو ممكن يعمل فورمة بمنتهى السهولة، بس هو قاعد جسمه تركيبته خلاص اتبهدلت من كمية اللخبطة والأكل اللي ملوش أي هدف اللي بيخش في حياته، حتى ما بقاش ليه نفس لأن السكر، السكر والحاجات اللي هي من النوع ده بتخليك مبسوط بزيادة وبعد كده تكتئب، تتبسط بزيادة من السكر اللي دخل في جسمك وبعد كده تروح حمدان ومش قادر تعمل ومش. تفضل قاعد ماسك التليفون بص على تيك توك وعامل رقبتك كده لتحت انا قلت كلنا بنحاول ممكن يعملوا نعمل لهم زي ما بنعمل لنفسنا اللي هو وقت اكل اللي هو القشطه كويس وبتاع طب ويلا بينا بقى نروح مثلا ناكل ايس كريم بعد المدرسه كل اسبوع مره اتنين لكن ما هو ده الطبيعي بس كده شكرا يا جماعه قوي ان انتوا اتفرجتوا معلش بقى لو كدت عليكم بس بس طبعا اكيد احسن ان احنا ننبه بعض ونفكر بعض بالحاجات دي احتياطي احسن بدل ما يعني ما اعرفش ممكن انت فارق معاك دلوقتي همك مثلا شاطر في المدرسه شاطر في الجامعه بيشتغل حلو وبتاع هو ثقته بنفسه وبشكله وبكسله والحاجات دي وهرموناته الاكل بيفرق قوي في الحاجات دي فبس ربنا يهدي ان شاء الله كده وفهد يطلع بني ادم محترم أنتم مش متخيلين احنا بنعمل معاه ايه في البيت ومامته بتعمل معاه ايه في البيت بتحاول قد ما تقدر ان هي تعمل حاجات طبيعيه ممكن في النص مثلا نروح حاطين له توست سلايس توست مثلا شوفان موز بالشوفان ويتضرب كله مع بعض ويتحط عليه قرفه بطاطا تتضرب تحط عليها قرفه عسل آه ممكن تحط مثلا قرع فواكه بيحب العنب يعني بتحط الحاجات دي قدامه فبيفهم انه هو ده الاوبشنز اللي بيحبها بيلاقيكم بتاكلوا الحاجات دي فهياكل معاكم مش انت احنا قاعد باكل بطاطس هقول له لا ما ينفعش تاكل بطاطس فكلنا بنستفيد بس كده شكرا يا جماعه قوي ان اتفرجتوا ان شاء الله الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم واشوفكم في الفيديو الجاي سلام